طيب يا اخوان السلام عليكم. والله احنا ما عندنا مشكلة مع السلف، لا ما عندنا مشكلة مع السلف ولا مستغلين ولا شيوعيين ولا أي حاجة. نحن كطلبة ما عندنا أي حاجة، في ناس طلبة ما بيعرفوا أي حاجة غير الله والرسول، بيصلوا وبيصوموا والسلام عليكم. الحاجة الثانية بالجانبية دي ما عندنا معها شغلة، الزول بيبقى علماني بيبقى شيوعي، إيش ما عندنا معها شغلة. نحن هنا كطلاب يا اخواننا، في ناس عندهم امتحانات، في ناس ما بياكلوا، في ناس ما بيشربوا. الناس دي لسه قبل شوية ما جو عرضوكم أو كذا، الناس دي جو داري يوصلوا رسالة لباقي الطلبة. في طيارات هنا يا اخواننا ما دارين المشكلة بتاعتنا تتحلى، دارين يعني ما دارين ان الموكب يتجمع او كده. ده كل الحاصل، ما اعتدوا ولي حاجة يا اخواننا. وانا كطالب ما عندي مشكلة مع اي حزب، ما عندي معك اي شغلة، تبقى كافر تبقى مسلم تبقى سلفي، ما عندي معك شغلة. انا دي حاجة بتديم حاجة بتعرفك. انا عندي هنا في الداخلية دي عند 4 سنة يا اخوانا، داير اكل وداير اشرب وداير اكون مرتاح. طيب ما عندي معك شغلة يا اخواننا ولا ما كده يا ناس؟ لا لا يلا اسمعني يا اخواننا يا اخي، انتوا الزول اللي عنده دعوه اللي عنده شنو، والله ما عندنا اكون شغاله، والله ان شاء الله تجوا يوميا ما عندنا اكون شغاله يا اخواننا. لا علمانيين اي دار داري يعمل يعمل، العلمان يشتغل هنا، السلف يشتغل هنا، ما عندنا اكون شغاله يا اخواننا، لكن دارين ناكل، دارين ناكل يا اخواننا، والله لكن ما في يا اخواننا. القضيه بتاعتنا نحن هنا، القضية بتاعتنا كطلاب نحن ما قادرين ناكل، مفروض الناس رايح الحتة دي، مفروض تقفوا معانا. انتوا هسه يا اخواننا المسلم اخو المسلم، صح ولا ما صح؟ اتضامنوا معانا يا اخواننا، العدد بتاعكم ده هسه كان طلع معانا الشارع ده، ما بنقفلوا؟ القضية بتصل لأي مكان يا اخواننا، يا اخواننا مفروض الناس تتكلم في قضايا تامة، قضايا تانية، قضايا هامة. الناس ما قادرة تاكل، انتوا يا اخواننا بتقولوا الناس اعتدوا علينا، يا اخواننا تكلم شنو يا اخواننا؟ لا دقيقة دقيقة، في حاجة تانية يا اخواننا. الناس رسي قبل شوية نحن كلنا اجتمعنا ومشينا هناك وشنو؟ الناس غرت كلاتي، قالوا السلف ما يجوا. ده الناس قال كده، اسمع كلامي، ناس قالوا كده. الرأي الثاني قال يا اخواننا الناس تجي تجي وتشتغل وشنو؟ لكن بالميكروفونات ما تشتغل يا اخواننا، لأنه في ناس عيانة، في ناس عندها دغد، في ناس عندها أزمة، في ناس جعانة. هاي حرية اشتغل يوميا، ده الرأي بتاع ناس. الرأي الثاني قال يا اخوانا نازل بيصدقوا لهم كله 4، قال ما مشكلة خليه يصدقوا لهم، لكن بيجوا 400 500 نفر، قالوا تصدق ال 400 ولا ال 500 ولا ال 3 انفار؟ قالوا المفروض 3 انفار بيرسلوا الدعوة بتاعتهم، 3 انفار المفروض بيتكلموا بيقولوا كلام بتاعهم والسلام عليكم. هاي ده الناس قالوا كده. كونه يا اخواننا يعني تجوا 700 و800 وما عارف يا اخواننا، والله لكن ما في. ده الواحد سايق العيشه عيشه عيشه عيشه، دير كم الدعوه للاسلام، الدعوه للعلمانيه، الدعوه لشنو يا اخوانا؟ افرغ لك البس، ادعو لاي حاجه. والسلام عليكم. طيب اخونا ده جزاه الله خير زعلان في نقاط، ونحن ان شاء الله بنديك مقترحات سمحه للحل، بس ركز معانا. اول حاجه مساله انه المنبر بتاعنا ده عامل ازعاج للداخليه وعامل ازعاج للطلبه، دي ما في، لانه نحن الداخليه دي وقت سكنناها انت بدري جدا، انت تكون في 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 الاساس. اول حاجه المحل بتاعنا ده احنا ما اخترناه ساي كونه خطه في المحل دي، لانه المكان ده بعيد من كل الازعاج للداخليات كلهن، كسلة بيجاي بعيده، النيل الازرق، المناهل، النجومي، بعيدات. فالمحل ده هنا نمره واحد ما في ازعاج، ده هنا الصندوق ما في الا الداخليه القريبه دي من ناحيه، فما في ازعاج. من ناحيه ثانيه الازعاج ده لو حصل مفترض القرار فيه يكون قرار جماعي لكل الانشطه والاعمال اللي بتتم في الداخليه، لكن قرار انتقائي بخصنا نحن ده بيخالف العداله اللي انت بتنادي لها ذاتها. يعني ما ممكن انت بتطلع قانون مصمم على شخص، ده عداله يا اخواننا؟ القانون بيصمم للجميع ولا بيصمم لفرد؟
ده ما القانون كان بيخطوا الكيزان، بيخطوا القانون وبطبقوه على شخص واحد. فالقانون يا ولدنا كتر خيرك يطبق على الجميع. نحن كان الموضوع ده ذاته شاورونا فيه ولا من بالنهار، احنا شاورونا فيه لما جينا شلنا تصديقنا وسالناهم سؤال واحد، انه القانون ده المقترح، وما قانون مقترح اللي تقدم، هل مقترح يطبق على جميع الانشطه ولا خاص بينا نحن؟ ما في اجابه، اجابه ما في. اذا الجواب حيكون شنو؟ اذا ده خاص بينا نحن، ولا يمكن انا اقبل والطلبه المنتدى ما حقي انا، منتدى حق الطلاب اللي بينتظروه هنا في الداخليه دي من بالنهار بل من الاسبوع الفات اللي بيجوه الناس منتظرينه، ده حق الطلبه ما حقي انا، ما حقي انا، ده حق الطلاب ديل. والطلاب ديل الليله اللي قاعدين في المنبر اذا صوتوا بنسبه 10% ما دارين انه نحن حنوقفه من الليله دي، 10 بس، بنسبة 10% من الطلاب صوتوا انه المنبر ده بسبب لهم ازعاج، والله نحن مع راحتهم التامة، مع راحتهم التامة، لانه يوم من الايام نحن كنا طلبة زيهم في نفس الداخلية دي في نفس الجامعة دي ومحتاجين لأوقات انه نحن نقرأ فيها ونستفيد من زمننا. وبالتالي نحن كطلبة كنا في الجامعة دي عارفين اوضاع الجامعة واوقات الراحة واوقات القراية الى اخره. الطلبة القاعدين الدارين يقروا، الواحد من المغربين مدعشينا في كافتيرياتنا بتاعت الداخلية دي بنطلع بنمشي الجامعة. قاعدين نقرا في الجامعة للصبح، ما في زول بيسألنا. جامعة مفتوحة ولا الوضع ده تغير؟ الوضع قايم. تمام؟ فمن ناحية انه يكون في ازعاج بالنسبة للطلاب ده ما في. إذا كان في ازعاج يا اخواننا المزعج الدلوكة ولا مزعج كلام بالميكروفون؟ يا أخي الدلوكة شغالة هذه بجاية. دلوكة بجرادل. فما ممكن دي ما عداله. انتوا بالمناسبه ممكن نحن نوقف المنبر ده ونمشي، لكن الاسئله حتكون موجوده في اذهان الطلاب القاعدين في الداخليه لما انتوا تجوا تنادوا بعد داك بمنابركم وشغالين وقول لكم انتوا مشيتوا طالبتوا انه يوقف المنبر ده، ما حتكون الاسئله باقيه، وحتكون اجابتها واحده، انه انتوا عجزتوا عن الحجه اللي بتقارعوا بها المنبر ده. دي الاجابه بس، ما اكثر من كده، دي الإجابة. والحمد لله، والله إحنا مبسوطين جدا، والله لو وقف المنبر على الإجابة دي نحن مبسوطين خالص. أنت عجزت ما قادر؟ أنت ما قادر تقارعنا؟ يا أخي خلي منابرك، منابرك أنت بتعمل لك مخاطبة بتكون بتعلم فيها لك ثلاثة يوم شيوعي، ثلاثة يوم بتعلم، ومخاطبة تمترس وسنة تمترس وجميع مخاطبتك بيحضروها سبعة أنفار. يا أخي تعال إحنا بنديك 7 دقائق في منبرنا ده بيساوي 700 مخاطبة عندك انت. تعال قدم، ما قدم طرحك. يا اخي انت بتجي هنا في منبرنا ونحن ما في منبر بيحقق العدالة الا منبرنا ده. بنديك فرصة انك تقول كلامك اللي انت دايره كله بملء الفم وبتطلع من هنا من المنبر سالم آمن معافى، ما في زول بيسألك، لأنه نحن أكثر ناس بندعو للأمن والسلم والاستقرار ديل نحن ما غيرنا. يوم ما اعتدينا على زول، واقرا تاريخنا نحن في الجامعات، يوم ما اعتدينا على زول، لا ضربنا زول في جامعه، لا عملنا عنف، معلش لما انت جينا عندنا نظام ثاني، انت جيتنا براك عندنا نظام انت عارفه، عشان كده هسه يلاقي بكوركو جاي ولا لا ولا لا بهنا ولا لا ولا لا، لكن هنا ما في بيجي. هم عارفين تماما لانه عندهم ناس حجون زمان قالوا لهم والله نحن دخلنا في حاله يرسى لها وكذا، عشان كده اعملوا حسابكم. نحن ما بنسألك، لكن إن مديت يدك، مديت يدك لينا أقنع منا، أقنع منا مديتها، وما سألنك، ولا بندعو إطلاقا طالب من الطلبة لعنف ولا لإثارة بتاعت بغضاء ولا لغيرها. أنت عارف المنبر ده؟ نحن كنا أصلا من الشاور إنه المنبر ذاته ما قدر إنه يقوم، برانا كده، لأنه الامتحانات قربت بتاعت الكلية، إحنا عارفين. وفي دوري بتاع طلاب الطلبة مشغولين به، نحن في دوري كده بنغدرك والله، شفتوا الدوري بتاع الكورة؟ دوري الكليات زمان كنا بنلعب فيه وعارفين الحاصل. شفته؟ منابرنا في الجامعه ممكن احنا نوقفها لسبب زي ده. لانه في النهايه النبي صلى الله عليه وسلم علمنا انه نحن نتخول الناس بالموعظه. يعني الوقت الناس مشغوله فيه، اذهانها مشغوله بحاجه ثانيه ما نتكلم معك، نخليك لما تروق، تجينا فاضي بنظبطك تمام. فشوف نحن بنراعي الحاجات دي، حتى منبرنا بتاع الليله ده ما كنا ده نشتغله.
ليه؟ تقديرا لوضع الطلبه، لكن لما لقينا اعلان انه في تحدي وفي طلبه مشوا وجروا للعميد شؤون الطلاب وجروا لوين ونحن حنوقفه وجل الشرطه وبتاعنا المناشط وغيره، لما لقينا في تحدي قلنا يقوم نشوف الدار يوقفنا منه. يا اخواننا نحن مع القانون، اي قانون يكون قانون عام للجميع والله نحن اول ناس نطبقه. اي قانون يخص الجميع يبقى تاني ما في طالب بيتكلم بمنبر ولا بغير ولا بيدلوك ولا حفله ولا شيء، هم ممنوع الداخليه للنوم والاكل. تمام؟ نحن معاك للنوم والاكل. كده وقعت يا اخواننا؟ عشان الطلبه كلهم يفهموا نحن والله مع مصلحه الطالب للنهايه، لكن نحن ما انا سذج ولا بتلعب علينا انت يا علماني، والله نحن ما فاضيين ونحن دارين ننام. انت هسه نمت لقيناك نايم انت؟ انت لقيناك نايم؟ يا اخي انت صاحي بدوك في دلوقتك، تقول لنا في ازعاج؟ ازعاج شنو؟ كويس الجعان نحن ما جايينا، بس اصبر لي شويه، انا قدرنا ننتهي من موضوع المنبر ده. فعشان كده من الليله انت عارف نحن عملنا منبرنا ده وبنعتبره ده في الفتره دي قبل الامتحانات ده المنبر الاخير. ان شاء الله ده المنبر الاخير ما حنجي، لكن جينا الليله عشان نوري ده النظام انه ديل ما بيقدر يوقفونا نحن. والله نحن كسلفيين الا تدقنا المطر من فوق، المطر طلع جاي من فوق، لكن راجل ودمان عنده كراعين زينا ما بيزيحنا من محلنا دي. عارف المعلومه دي؟ ما تلعب ساي. وقبل كده عملوها منبرنا ده ولعوا فيه نار عديل، جابوا ملتوفات وفجروها في المحل ده هنا، وانا واقف لابس سيوتر وطاقيه ولعت فيها النار، طلعتين جدعتين واقف في محلي، الناس جاطت ومن برا اشتغل بعد النار ولعت في المحل ده هنا ده، والحيطه دي لو نطقت تشهد، المحل دي ولعت نار كلها. كويس؟ النار طفيناها ومن برا دور في محله، ما بترجعنا لورا نحن. وبلدي احنا جاتنا بفائده كبيره جدا، نحن اللي استفدنا منها مش انت، لانه الطلبه عرفوا انك انت عجزت عن الحجه وجيت تضرب وضربت طلبه، ناس ابرياء، ديل تاني حيتعاطفوا معاك يوم من الايام، ما تبقى ده ساذج وما بتفهم، خليك عندك فهم. فهمت؟ اما مساله الجوع نحن ذاته جعانين، انت قاعد جوعك جعان براك؟ الجوع ده ما في الداخليه هنا، ولدنا افهم، الجوع ده في البلد كلها، البلد كلها جعانه، عيش ما في، بالصف عشان تجيب في العيش. انت عارف انت داير لك عيش عشان تجيب فيها في الصف عشان تجيب عيش، لانه انت بتقدر تكون واقف في الصف ذاته لو ما لقيت لك مدد، لو ما لقيت لك فيول انت تجيب فيه انت ما بتقدر، وانت اصلا جعان. يا ناس الجوع ده ما مشكلتكم انتوا براكم. يا اخي احنا وصلنا مرحله انه انت بقروشك ما بتقدر تاكل، بقروشك. الان بتاع المطاعم واحد مشيت له قلت له يا اخي ادينا فول ومعاه زياده عيش، قال لي في فول وما في زياده عيش، فول بس. والله زي ما اقول لك جاب لي عيشتين، انا يا الله العيشه شفتها بعيني، يا الله دين العيشتين. والله نحن بقينا ممحنين معايا شباب دين سالم، والله لما بقينا نحن بعد ما خدت لنا العيش قدامنا بقينا يا اخواننا ناكل ولا نقوم نفوت، بقينا من طراية مسافه، لانه انت عارف عشان انت تشبع الا تجيب لك 10 فول عشان يديك 10 عيشات تاكلين بواحد فول وتخلي الباقي في محله وتقول له ده اتبرعت به لوجه المدنيه. الا كده يا ناس ولدنا الجوع ده عام، الجوع عام والله. عشان كده انا وصلت لكم اي زول من ناس الجزيره وناس كردفان قول لهم جيبوا رسل الدخن، قول له امك رسل الدخن من هناك، صوتوا العصيده دي جوا الغرف، سووا لكم حلل مدردمه ديك شفتها صوت وعصيده وكله بتموتوا بالطريقه دي انتوا. والله احنا السنه الجايه حنجي نزورك والله في مستشفى الصيني، في المستشفى الصيني والله لا جاب كورونا ديك كمان حتبقى لنا بلوه جديده. شكد اكلمك النصيحه ده الحل، تدري معايا الحل؟ اهلك قول لهم رسلوا لي قرضه، بتعرف القرضه؟ دي زي ربع الشوال كده، يرسلوا لك قرضه خدها في جوا الغرفه واطبر الغرفه عليك وكل اشبع. وكان بيجي زولا كريم افتح غرفتك كل يوم الجماعه، ما في حل غير تسوي شنو يعني؟ ده ما وضع البلد يا اخوانا. فانت لو دايرني انا اقول لك السبب في الحل، السبب في المشكله دي ذاتها انه نحن يا اخوانا مفترض
نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الإصلاح. وأنا عشان كده خايف والله على رقبتي وعليك وعلى بلدنا دي من شر أكبر من ده. مش انت هسه شايفه شر؟ الدولار في يوم واحد زاد 15 جنيه بالمناسبة. 15 جنيه دي زاد في يوم واحد. طق عمل 130، أمس 115، الليلة 130. أنت عارف ده سبب بتاع البلد دي، ممكن يكون فيها مجاعة قريب. لكن بوضعنا ده نحن لو بلدنا دي فيها أمان برضو كويس، نلقطها يا أخواننا وناكلها بالصف وناكلها عصيدة وكسرة بيويكا ومركت الماجي. شفتها نحن لو أكلناه وآمنين في بيوتنا، وشافعنا الصغير عمره 7 سنة يمشي يقف في الصف 3 ساعات عشان يجيب له 5 عيشات أحسن لنا من البارود يدور. ودي اللي احنا خايفين منها. والآن بيشكوا منا شعوب أخواننا وزينا، شعوب مسلمين زينا، بيشكوا من إنه لو لقوا العيش الوحدة ب10 جنيه، والواحد منهم آمن يخلي باب بيته فاتح ويرقد ياكل عيشته دي، والباقي إن شاء الله يعصر بطنه بقطعة وينوم وهو آمن، أفضل له من الوضع الشافه هم البارود لما ندور في راسه. شفتها؟ فالقضية يا أخوانا، أنت دائما لما تنظر لأي بلاء أنت أصابك، عاين لأنه الشريعة راعت أنه في مصيبة أكبر أنت أعمل حسابك منها. عشان كده إحنا ما بندعوك، مش بالوضع ده ما بندعوك تطلع الشارع ولا تقف له زي ما قلت، لأنه نحن لو قفلنا الشارع ما حنستفيد حاجة، ونحن بلا قفلة الشارع ما في شيء وصلنا المرحلة دي. ده ما دفاعا عن كيزان، ولا في زول باكي على الكيزان ولا طمعان فيهم إطلاقا، لكن القضية هي مش قضية إنه كان خيرنا جايين بالكيزان ونحن مرقنا ثورة وحرمنا نفسنا من الخير من الكيزان، لا أبدا. الخير اللي كان جايين من طاعتنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لما قال لنا ما تعملوا الفتن، ما تثيروا الفتن وأصبروا، لما قال لنا أصبروا نحن دي ما سمعناه، ودي جابت لنا البلوى، ما جابت لنا نحن طمعنا في شان الكيزان ولا شان عيونهم، أبدا ما عشان عيونهم، لكن نحن طلعنا وكسرنا نصوص القرآن وكسرنا نصوص السنة واعتدينا على الدين عداء شديد سافر، وطلعنا برا الشارع عشان نغير حالنا. حالنا بقى أسوأ من الأول، أسوأ من الأول. ده اعتدائنا نحن وتجرؤنا على الدين الإسلامي. ده أبدا ما بيقدر يخش وين يخش؟ قول العيشة بكم؟ ما تخش أصلا، ما تخش علي، أنا بديك 10 إني أمشي جيب لي عيش وتعال. بس مش أنت شايف نفسك عملت حاجة كويسة؟ أنا بديك 10 إني أجيب لي عيش. يا ناس الناس نحن الليلة دي لو كان عداءنا للكيزان، لو كان عداءنا للكيزان كتنظيم وكحزب وفكر، والله نحن واقفين ضد الكيزان من يوم عرفنا الدعوة السلفية. وانت يوم ما وقفت وقفة عقدية ومنهجية ضد الافكار بتاعت الكيزان، اتحداك تعال قول لي انا وقفت ضد افكار الكيزان. انتوا افكار الكيزان راضيانين بها وداريننا، وانتوا الكيزان متفقين في افكاركم، لكن انتوا طلعتوا الشارع عشان تحكموا انتوا، ويبقى الشعب هو الضحية. الشعب الان يعاني من امر الالام وهم ما شغالين بيه، ما شغالين بيه اطلاقا، وطلعوه في الاول عشان المشاكل بتاعته، قالوا للبنزين وقالوا للصف وقالوا للعيش وقالوا لغيره، لكن الان الام الشعب ما شغالين بيها. وممكن بالمناسبه يصلوا مرحله تجربه دمك انت ده. نحن وقت حذرنا الناس من المكايد بتاعت الاحزاب السياسيه ما كان كلامنا فارغ. دايرك تصحى انت وتوعى على الكلام اللي احنا قلناه زمان، والناس اتهمونا انه بندافع عن الكيزان، وقلنا لهم دي مكايد بتاعت احزاب، مكري بتاع احزاب. عملنا محاضره اسمها هو الحريه والتغيير، وتكلمنا عنها في اوج الفتنه بعد العيد، بعد فضل الاعتصام بايام تكلمنا عنها، وفي اوج الفتنه والناس فرحانه كلها في الوقت ذاك، وريناه انه دي مؤامره بتقود الاحزاب انها تسيطر على البلد وتمسك السلطه، والمواطن ما حيستفيد حاجه، ما حيستفيد حاجه، والبلد حتروح هي الضحيه، والمواطن المسكين حيكون هو الضحيه. نحن قلنا الكلام ده زمان، اتهمونا قلتوا كيزان ويعتدوا علينا وفي الشارع ضربونا، كله ده احنا تحملناه.
لكن الناس الآن شافوا النتيجة بعينه. إحنا ما باكين على كيزان، لكن يا أخي اتعظوا يا أخي، اتعظوا من الحصل يا أخي، ما نزيد الطين بلة تاني. بوضعنا ذا يا ناس، والله كلامي لكم الليلة، بوضعنا ذا أصبروا أصبروا. نحن لو مشينا مرقنا الشارع عشان نعمل ثورة جديدة حنطلع بوضع أسوأ من ده، النتيجة أسوأ. أنس بن مالك رضي الله عنه قال لهم: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. ما تقول لي نطلع الشارع يا ولدنا، كفانا يا أخ كفانا، نحن أحسن نروب، أحسن نقعد نبني بلدنا بأي وضع. مش الحاكم أنت ما عاجبك، أيوة ما عاجبك، أقعد أبني بلدك، يتعلم أنتج يا أخي، نمشي نرجع لمزارعنا. الشباب الآن قاعدين زي أخونا ده بيشتكي قبل شوية، شبابنا نحن للأسف الشديد قاعدين مع الستات الشاي، شبابنا اللي بيبنوا البلد قاعدين مع الستات الشاي، ويشربوا في البنجو ويشربوا في العرقة ويترمتلوا ولافين مع البنات، ويجي يقول لك العيشة ما لاقينا، نحن ما لاقيها لأنه خليت مزرعة أبوك أنت، خليت مزرعتكم وجيت الصايع هنا، عشان كده ما حتلقاه. نحن يا اخواننا النصيحة الدايريننا الليلة انه نحن نبطل اي ثورة وجري وراء الاحزاب، لانه الليلة حيجوا ناس يطلعوك ثورة انت قايل طالع لمصلحتك، حتطلع ثورة لمصلحة واحد تاني ما لقى نصيب من الكيكة في الحكومة الفاتت، حتطلع لمصلحة ديل. اعرف المعلومة دي انت، لانه انت طلعت في الفاتت، مش انا قاصدك انت كشخص يا ولدنا، لا انا قاصد الشباب طلعوا، طلعتوا في الفاتت لقيتوا شنو؟ شباب لجان المقاومة، منهم شباب ناس محترمين وأولاد ناس وناس دارين الخير لبلدهم ودار يعمروا بلدهم، لكن للأسف الشديد هم طلعوا لمصلحة ناس تانين وراحوا ضحية، ومنهم من مات الفقد روحه والفقدوا أعضاءهم والفقدوا صحتهم فقدوها، وفي نفس الوقت لمصلحة ناس تانين. وللأسف في ناس دارين يدوروا نفس العجلة تاني، يطلعوك انت عشان مصلحتهم هم، والعيشة ما في برضه، والطعمية ما في، والأكل حيكون أسوأ. يا ناس الناس توعى، الناس توعى والله يا شباب. أنا بقول الكلام ده وقلبي بتقطع على شعب، على شعب يا أخي دائما بيستغفلوه بنفس المؤامرة، بيستغفلوه بنفس المؤامرة. ما أسأل الآن سؤال واكتب السؤال ده على صفحتك على الفيسبوك: ماذا استفاد الشعب السوداني وحصل من الثورة اللي حصلت؟ استفاد شنو الشعب؟ استفاد شنو؟ استفاد التنظيمات، افهم معي المعلومة دي، استفاد التنظيمات، استفادت احزاب. اي زول بيقول لك استفدنا، اعرف انه تابع لحزب ادوهم منصب، ادوهم منصب. انا شخصيا والله قبل ايام عارضين علي منصب والله كبير جدا في بلدك دي ذاته وفي حكومتك دي، لكن ما بقبله اطلاقا، ما بقبله اصلا. ليه؟ لانه انا داير نفسي أكون داعية أرشد الناس بالكتاب والسنة، لكن لا يمكن أجي ألطخ نفسي أنا في منصب وبعد شوية تبقى المسؤولية في رقبتي وأنا ما بقدر أعالج حاجة، ما بقدر أعالج فوضى زي ده. المشكلة مشكلة عامة ومشتركين فيها كمية من الناس، وفي أطراف برا وأطراف جوا، أنا ما بقدر أعالج. عشان كده يا شباب الناس تبقى واعية. جزاك الله خير أخونا. تاني عنده شيء ولا؟ فاسر الأكل ما عرفناه، والطعمية كله، والمنبر بتاعنا أبشرك نحن واقفين الامتحانات أصلا الأسبوع ده، بس جينا الليلة عشان نوري جماعتك بتاعنا الدلوكة دي، شفت؟ ونحن لو بنعتدي دلوكته دي بنكسرها لي في راسه، لكن ما بنعتدي على زول نحن. أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله. شاكر جدا لي تحت الفرصة. الشيء الضروري يتقال إنه لو بدر أي شيء من طلبة الداخلية في إنه يمنعوكم تتكلموا، فده ما بزول بيقدر يكون معه أبدا.
انا محمود ده شخصيا كقناعه مني شخصيه ما ممكن اكون مع الكلام ده ابدا. اي زول داير يتكلم يقول اي حاجه يجيب حاجات ويتكلم ما بزول يبني عليه زول. دي الحاجه الاولى. طيب الشيء الثاني هو الموضوع شنو كان؟ السياسه الشرعيه ولا كان عن شنو؟ سياسه شرعيه. اي انا بس الكلام ده بالنسبه لي كان مهم شديد جدا. ما في زول بيمنع عليه زول يقول الحاجه الدار يقول. الشيء الثاني دي حاجه مهمه هسه كنت بتكلم فيها مع محمد صاحبي ده اللي هي شنو يا اخواننا؟ نحن كناس سودانيين يعني لما الناس يجوا كتار في بيتك ولا في حلتك ولا ما ممكن تقول انا جعان جيت تاكلوا اكلي يا اخي كلام شنو ده؟ كلام عيب ذاته والله العظيم يا اخواننا الكلام ده والله ما بيشبهنا عديد يعني الناس بتشايل يعني مع بعض. لا والله الكلام ده والله يا اخواننا ما يقبى ابدا ما يقبى ابدا. لا دي حاجة حقيقية والله ما يعني ما بنجامل فيها ولا دارين فيها صفقة ولا ولا ولا. الزول بيجيك في حتة قد ضيفك ما عندك أكل ذات بديهم من أكلك دي قيمة سودانية معروفة يعني الكرم ده الناس ما بتتنازل عنها أبدا. معليش على الضفيرة يا أخوانا أنا آسف جدا. أنا بس كان عندي تعليقين ديل صغار كده وكانوا ضروريات يعني بالنسبة لي شديد جدا نظرا للقيم اللي أنا ذاتي بتبناها فحبيت أقوله وأطلع يعني. شكرا جزيلا. تعليقينك مظبوطات ونحن بنعلق على قدورين. الضفيرة ذاتها أنا ما بعلق عليها كويس بس بعلق على قدورين. انت ذكرتني الكلام اللي قاله الشاب ده يا اخوانا بالجد والله الكلام ده تكرر مرتين كون زول يجي يقول هنا وديل كمل مني الاكل دي والله ذكرتني مثل اشوفها لما نكون قاعدين واحد يشكو لامه انه يكمل مني الاكل. اخوانا عيب الكلام ده والله. الكلام ده نحن كسودانيين وكناس مسلمين الكلام ده ما بيشبهنا اطلاقا والله اطلاقا ما بيشبهنا. ونحن زي ما قالوا اهلنا نحن بنكرم الضيفان بنطبح شولنا. نحن زول الضيفه كان جانا زلنا في البيت البهيمه الشايل والبهيمه بتحلب اللبن بنطبحها ودي صفاتنا احنا كمسلمين قبال ما نكون كسودانيين. يعني نحن كمسلمين النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الايام طلع من بيته لقى ابو بكر وعمر رضي الله عنهما برا قال لهم ما اخرجك؟ قالا والله يا رسول الله ما اخرجنا الا الجوع. جعانين ما اخرجنا الا الجوع. قال والله ما اخرجني الا الذي اخرجكما. انا ذاتي قال لهم والله طلعت جعان. مشوا طوالي دقوا باب واحد من الانصار. اول ما دقوا بابه قامت المراه بورا الجدار. بيقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليكم. هي ما بترد السلام عليكم ما بترد السلام عليكم. في المرة الثالثة ردت فقال لها ليه؟ قالت له دائرة سلامك يكتر عندنا السلام لأنه ده دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه. بعدها قال أين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا الماء. راجل مشى يستعذب الماء وتفضل ودخلوا البيت. أول ما دخل الصحابي شوف الكلمة اللي قالها وكلمته الله يرضى عنك يا ولدنا. الصحابي وقف قال الحمد لله من أكرم مني ضيفنا اليوم. الأكرم منا أنا منو؟ مش عنده بستان جميل جدا جاب لهم موية عزبة وجاب لهم الرطب يأكلوا منا وشال السكين مشى على البهائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ناداه وقال له إياك والحلوب ما تطبح البهيمة الحلوب. مشى وضبح لهم وجاب اللحم وأكلوا اللحم وقعدوا في الجو البارد وشربوا الماء العذب والماء البارد وخرجوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ولا تسألن يومئذ عن النعيم وهذا من النعيم. دي قيمة من قيمنا نحن كسودانيين. يا أخي عيب والله زول يجي يقول في ناس جي دخلوا في الداخلية وأكلوا الأكل حقنا. أخي الكلام ده ما بيجي يا أخي الكلام ده ما بيجي. نحن الداخلية دي وقت سكناه أكان عندنا نظام الطيارات وسا الناس زعلانة من الطيارات ليه؟ نحن الغرفة بتاعتنا بكون فيها 12 وفي 4 سراير واحد نايم في السرير كدي وكدي واحد نايم كدي وكدي وبتقوم من النوم تلقى واحد نايم تحت فهمت؟ بتلبك في بطن واحد. لكن شايلنا كده وقرينا جامعتنا ومشينا. ما دي قيمنا نحن يا أخي. نظام الطيارات ده لا بتلقى إلا في السودان ده هنا. الطيارة دي في الناس ما فاهمينها. الطيارة ده الزول الساكن ما مسجل ما عنده غرفة سرير في الغرفة ده بيجي بتكل ساب يسموه طيارة كويس. فيا أخي نحن والله ماشيين بنظام الطيارات. سكننا طيارة سنة كاملة. أنا كنت ساكن طيارة 2000 و 2000
وكم 2003 في داخلية كسلة غرفة 27 كنت ساكن فيها طيارة سنة كاملة. استرحموا علي شباب من قانون جزاهم الله خير. السنة اللي بعديها عملت لي طوالي سرير هنا في النيل الأزرق. بعديها سكنت المناهل، بعديها سكنت أبو دجانة. هذه الطيارات راكدين، مشكلة وين يا أخواننا؟ يا أخي عيب عليك يا أخ، ما ممكن يا والله. شوف نحن كشعب سوداني وصلنا يا مرحلة يا أخ، عيب يا أخ. نحن صوالينا فاتحة في البلد لليلة، الناس صالون ومتلقى مجدوح هناك الصالون، بتجي أنت داخل والباب بالترباب بتفتح بابه وبترقد، وبيجي الجنة بيمشي لأمه جوا بيجيب لك صينة الغداء وبيأكلك، ولا بعرفك أنت منو ذاته، ولا بعرفك أنت منو. دي يا أخي اللي تربينا عليها، أنت جاي من وين يا ولدنا؟ من وين أنت؟ دي اللي تربينا عليها نحن في مجتمع القرى ومجتمع البلد، دي القيم اللي احنا لقيناها عند أهلنا. فما يا أخي عيب تقولوا كلام زي ده يا أخي، عليكم الله. نفتح فرصة.